سلام الغزالات ديالي، كنتمنى اموركم تكون كلها بخير وعلى خير واحوالكم كلها على خير. اليوم جيتكم فيديو جديد، روتين ديال رمضان، كيفاش دوزت النهار ديالي من الصباح حتى العشيه وشنو الشهوات اللي وجدت. اول حاجه بديت بها ملي فقت، هذه تقريبا 10 ديال الصباح، انني نصبت الحريره ديالي. وتانا يا البنات ما خرجتش من الجماعه، جبت الاله العجيبه اللي هي الصراحه رحمه ديال الله. الصراحه عجبتني بزاف، عمليه، واللي عجبني فيها اكثر انها كتقطع داكشي مقاد، وبالنسبه للحشوات انه كتقطع لك داكشي صغير احسن ملي غتقطعيه بيديك. ما غاديش نوقف بزاف البنات في النصيب نتاع الحريره، حيت فايت شاركتها معكم في واحد لا فيديو. الا كنتو مهتمين غادي نخلي لكم اللين نتاعها في صندوق الوصف، اللي بغات تدخل وتشوف الطريقه تماك. وهذا يا البنات العجين المورق، كنت وجدته الليله ديال رمضان، كنت محتفظه بها البنات في المجمد، واليوم جبته باش غادي نصايب به بتيبان. ودابا راني كنصايبه في الصباح وغادي نخليه وغنغطيه حتى العشيه عاد نطيبه. المهم غادي نقطع العجين ديالي بهذه الطريقه، هذه نحاول انني نقطعهم مقادين. صافي، وكنحط الشكلاط في الاول هكا وكنتنيهم بهذه الطريقه هذه، كنعاود نحط قطعه اخرى وصافي وكنلويه حتى الاخر.
وهنايا البنات وصل الظهر، ما تنساوش عافاكم البنات، الهدف الاساسي من رمضان ماشي هو الشقا وتمارا والكوزينه، حاولوا انكم تخصصوا شويه الوقت للعباده والصلاه. وانا دايره تحدي بيني وبين راسي ان شاء الله انني غادي نختم القران ولو مره واحده. اللي بغات تدخل معايا في التحدي تخلي لي كومونتير، وان شاء الله فوق ما حطيت شي فيديو غنقول لكم فين وصلت. من بعد ما ارتحيت واحد شويه رجعت للكوزينه، بديت اول حاجه كندير الحشوه ديالي. التوابل اللي درت للحشوه، درت شويه ديال البزار وشويه سكينجبير وشويه ديال التحميره والملح، صافي. ومن شحرته مزيان دابا درت ليهم لاصوص نتاع الصوجا اي واحد شويه. ومن بعد زدت الكفته، من بعد ما طبت لي الحشوه ديالي غادي نزيد ليها الزيتون المقطع والسوريمي وصافي، وغادي نخليها تبرد على جنب. وغادي نرجع للعجين ديالي، نفس العجين المورق اللي صايبت به التبان، بس صايبته درت ليه معلقه نتاع السكر وقبصه نتاع الملح، يعني باش يمكن ليا ندير به المملحات وتا الحلويات. صافي هنايا دلكت العجين ديالي، وغادي نقطعو بداك السيرك، غادي نقطعهم على شكل دوائر وصافي. وغادي نبدا نعمر الفطائر ديالي. وغندير القليل من الجبن المبشور، وغنرد عليهم الدائرة الأخرى وغنضغط على الجوانب. غنجيب هاد الفرشه تاعي وغادي نزيد نضغط على الجوانب مزيان باش ما يتحللوليش في الطياب. وهنايا عندي اصفر بيضاء درت ليها شويه ديال لاصوص نتاع الصوجا، ودهنت بها الفطائر ديالي وزينتهم شويه ديال الخشخاش ودخلتهم الفران درجه حراره متوسطه.
تفاجأت من قبل العجين تاع المخمل ديالي اللي غنحتاج ليه غلافان تاع الفرن و غلافان تاع الزر و معلقة صغيرة تاع الخميرة و كبسة تاع الملح و كنعجنو بما دافي كنحطو مزيان و كنخليو يرتاح و من بعد كنقطعوها على شكل كراس كيما كتشوفو و كندهنوهم بالزيت و كنبداو كنشكلو فيهم. كيكون الدور ديال الزبدة قطع كيكون المخمل ديالها مورق من الداخل، وانا اللي كنكون كنطيبو مكنبقاش نضيفو الزيت او الزبدة بزاف، كنحاول نطيبو في النشا صافي. ملي شكلت المخمل المورق كنبدا كنشكل في العجين التاني بنفس الطريقة تاع الاولى، ديالي فوق البوطه كتسخن و بديت كنطلق المخمره ديالي باش نبدا في الطياب ديالها. ما كنرققوهمش بزاف و ما كنخليوهمش غلط بزاف، كندهن المقله بالزيت كنحطوها في الفرن و ما كنخليوهاش انها طيب، هي كتشد راسها كنقلبوها و كنبداو بنفس الطريقه صافي. كنبقاو على هاد الطريقه كنقلبوها حتى كطيب لينا المخمره ديالنا، وكنديروا لها هاد الطريقه هادي باش كتحل لينا من الداخل ما حدها سخونه. بعد ما تغلي الفطائر ديالي والفران مازال سخون غادي ندخل ليه التيبان وغادي ندهنهم باصفر بيضه وشويه ديال القهوه السريعه التوابل. كندهن التيبان ديالي كامل و كندخلو الفرن. بعد ما ساليت الشغل ديالي كامل في الكوزينه، راكم عارفين ملي كتكون النار كامل في الكوزينه وكطيبو فيها كي كتولي لابد ما تنقيها وتجمعيها باش هكا ما تعييكش، وكل نهار ديري لها هكا ما غاديش توسخ الكوزينه.
ديالي المتقطع اللي وجدت معكم هذا النهار البنات، كنتمنى يعجبكم الشيوات اللي وجدت معكم. وصلت لنهايه الفيديو، كنتمنى